صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج ديربي. حلقتنا اليوم فيها مواضيع منوعة مختلفة، نتمنى إن شاء الله تثري الحلقة مداخلات ضيوفنا ومحللينا وتستمتعون بتواجدهم معانا. نرحب فيهم بالتأكيد على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، حياه الله، بجانبه زميلنا الإعلامي السعودي اللي غاب عنا فترة، محمد له بالسلامة، أخونا فهد الجلعودي، على اليسار أمين سر اللجنة التقالية في نادي القادسية السابق، أخونا وليد الأنصاري، وآخر الحضور مدير فريق كاظم الأسبق، أخونا صالح العنيزي. حياكم الله أخوان، صباحكم الله بالخير، يا أهلا ومرحبا فيكم، مشكورين على تواجدكم معانا، ويا أهلا ومرحبا. حياك الله يا ابو سيف، ما شفناك والله. الله يحييك يا ابو سعيد، جهز نفسك. ما شفناه من بطوله، وانا مشتاق لك يا عزيز. اي والله احنا مشتاقين لكم. اي والله حياك الله. حيوا الهلالي باربعه، حيوا الهلالي باربعه، حيوا الهلالي باربعه. اربعه مونتيري الثالث والرابع، خلوهم ياخذون مركز الرابع، واليوم اربعه بعد النصر، يعني متعت عيونك بالاربعه عدل. شوف شوف شوف، فحيوا الهلالي باربعه. حتى بخساره الهلال ها، وخساره عالميه، بطوله عالميه تخلي عزيز يغني، يخرج من 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 من, من سياقه ويخرج ويغني وسيب. يا سبحان الله، شو الفريق العظيم هذا؟ انت الحين عالمي. ايه؟ امس برج خليفه تزين حطوا رقم اربعه ولا ما؟ باعلام الهلال برج خليفه حطوا رقم اربعه ولا ما حطوا؟ خل عزيز يتكلم من هنا. لا ابو محمد، برج خليفه حطوا رقم اربعه ولا ما حطوا؟ ونسنا هذا صياحهم الحين. حطوا رقم اربعه، جاوبني، حطوا رقم اربعه. لحظه بس، عاد توجهت لي. ادري ادري، البرج حطوا رقم اربعه، حطوا العالم، حيوا الهلال برضه، حطوا العالم. بس انت وين اختفيت انت؟ انا موجود، انا موجود شهر ونص. وين اختفيت؟ انا موجود. احنا ترى عشان هلك بس والله. اي والله يا ابو سعيد، والناس فقدتك يعني لهالدرجه. الهلال اعطاك قيام قصري؟ لا والله كنت موجود، كنت يعني قاعد وتغني. قاعد افكر شلون اطقطق على الهلال. خساره للهلال يا ابو سعيد، خساره بطوله عالميه كبيره. اكبر بطولات الانديه، ها، يخليك تغني الهلال؟ الحمد لله، خلاه يلبس، الحمد لله على نعمه الهلال. الهلال خلى عزيز يلبس تيشيرتات العالم كلها. اي والله استمتعت صراحه. يلبس العالم، واخر شيء خذ التيشيرت وخذ البطوله الهلال. وابو عزيز والله الحمد لله على نعمه الهلال اللي خلاك تغني على بطولة عالمية، تغني على خسارة ركلات جزاء. حيوا الهلالي باربعة، الحمد لله على نعمة الهلال. تكفى، حيوا الهلالي باربعة. غني له، غنيت له بكأس آسيا، بطولة زعيم القارة غنينا له، اللي انت انحشت فيها يا عزيز. شكر لرعاتنا وداعمينا، شركة كويت تريد، مطعم التسيمو، مطعم سيامي وسطى، بن العميد، أطياب المرشود، ليمون لايم، شركة التون جرافيكس، الشركة الكويتية لخدمات الطيران كاسكو، دير اند دير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوفو زيوس في الكويت، وايضا تولز بيتزا وعسل العويد. قبل لا ابدي ايضا بس خل نعزي اخونا العزيز عبد الهادي محمد، اخ عزيز وصديق عزيز من الاخوان في المجلس الاولمبي الاسي واللجنه الاولمبيه الكويتيه، وفاه والده، عظم الله اجرك يا اخوي ابو محمد، وطبعا نعزي ايضا اسرته الكريمه. تفضل. قبل البداية طبعا أول شيء أنا أرحب فيكم وأرحب بالحضور، بس في رسالة الحقيقة، يعني رسالة من أخونا الكبير والعزيز يوسف البيدان. الله، قبل البرنامج تواصلت معه عبر الهاتف طبعا، لأن زيارته إلى الآن ممنوع ولا زال يرغد في مركز حامد العيسى. سلم عليكم وخصكم بالسلام الحقيقة لرواد الديربي ولمشاهدي برنامج الديربي، ويطمنكم الحمد لله. يعني أبو عبد الله حالته الآن في مرحلة استشفاء، ولا زالت الزيارة ممنوعة، والحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى حالته في تحسن، يعني تحسن مستمر، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة يعني تسمح له الزيارة. فإحنا نقول لأبو عبد الله الحمد لله على السلامة وأجر وعافية، وهذا الحب الحقيقة تلقاه من الرياضيين ومن غير الرياضيين أنت تستحقه. ووجه تحية الحقيقة لكل متابعين برنامج ديربي، ولك عزيز أبو علي أبو سيف وصالح، ولكل الحقيقة المتابعين، والحمد لله يعني فضل الله سبحانه وتعالى. حب أطمنكم أن وضع الصحي إن شاء الله في تحسن، ما يشوف شر إن شاء الله. خنروح حق أول تقرير في حلقتنا اليوم. تقريرنا اليوم نبديه بالإعلان عن الفائز بجائزة رجل الأعمال سامي الدبوس، سامي علي الدبوس، اللي يقدم جائزة نقدية بقيمة $500 لأفضل لاعب في كل جولة. وقلنا إحنا يمكن هذه من الأمور اللي نشكر فيها أخونا أبو غانم، في كل جولة
مو بس دوري، دوري كاس سمو العهد، كاس سمو الامير، كاس حتى كاس الاتحاد، الرجل داعم اللاعبين المحليين سواء كويتي او غير محددي الجنسيه، وحرص على هذه النقطه انا دائما اذكرها، لان دائما الرساله اللي بنوصلها ان اخواننا اللاعبين من غير محددي الجنسيه نعتبرهم منا وفينا واخواننا واهلنا بالتاكيد. خلينا نشوف محللي برنامج الديربي من اختاروا للفوز بجائزة الجولة الأولى والدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد. صالح الجنفاوي اختار محمد صفر، سعود مشلش اختار عبد الرحمن الشريفي حارس مرمى طبعا فحيحيل، فرج لهيب اختار حسين شكناني، مسعود فريدون اختار سيمان عبد الغفور، منصور الاثنين اختار سيمان عبد الغفور، صالح النيزي اختار سيمان عبد الغفور، عبد الرحمن الموسى اختار حسين اشكناني، دكتور محسن العنزي اختار سيمان عبد الغفور، ويوسف الملا معدنا اختار حسين اشكناني، وعبد الله العجمي ايضا معدنا اختار حسين اشكناني. اذا اربع اصوات لسيمان عبد الغفور في الصفحه الاولى وصوتين لحسين اشكناني في الصفحه الصفحه الثانيه. بالنسبه لاختيارات محللينا اتمنى يخليها مخرجنا يعني على الهواء عادي، تتغير افضل من العوده لنا. فهد صلال زميلنا ومراسلنا اختار ايضا سيمان عبد الغفور خمسه، فواز صلال سته سيمان عبد الغفور، خلف السلامه ايضا اختار سيمان عبد الغفور سبعه، عبيد منور لم يصوت، وليد الانصاري اختار سيمان عبد الغفور. كم وصلنا ابو عمر؟ اربعه لحد الحين ثمانيه. مطير شرقاط اختار عبد الله الشمالي، محمد العدواني التضامن طبعا اختار محمد صفر، خلف العنزي مراسلنا اختار سيمان عبد الغفور، انور يعقوب ومشعل حميد ايضا سيمان عبد الغفور، واضح يعني الاغلبيه لسيمان عبد الغفور حتى الان. محمد كرم اختار ايضا سيمان عبد الغفور، راشد مديح سيمان عبد الغفور، محمد العدواني ايضا اختار سيمان عبد الغفور، يعني انا عشان التوضيح، ومحمد صباح ومحمد العدواني ايضا، صلاح مرزوق اختار احمد الدوسري، شاب حجي اختار سيمان عبد الغفور، احمد موسى اختار سيمان عبد الغفور، نواف الخالدي اختار سيمان عبد الغفور، مشاري جاسم اختار محمد صفر يرحمك الله، محمد صباح طبعا اختار سيمان عبد الغفور. الصفحه الاخيره الان اعتقد وصلنا الصفحه الاخيره بالنسبه لاختيارات محللينا. هذا خلصنا لحد الحين 18 صوت سيدهم سعيد اغلبيه شلون سيدهم بعد حط فادي العودي سليمان عبد الغفور، سليمان عبد الغفور 19 صوت يستاهل يعني. اذا من افضل حراس الخليج الان وليس في الكويت فقط، يستاهل. سليمان عبد الغفور هو الفائز معنا في جائزه الجوله الاولى وجوله الدور التمهيدي حسب اختيار محللي برنامج الديربي، واحنا نذكر الاسماء ونحطها على مباشره حتى ايضا تكون في مصداقيه لمشاهدينا ومصداقيه مع مشاهدينا. نبارك لسماع عبد الغفور ويستاهل، يستاهل اعتقد يستاهل نعم بالاغلبيه يعني اكيد مقوم قلوب بعد جايب قلوب طلع قلوب لا سوى شيء يعني خارق للعاده ابو سعود يعني حارس في هالامكانيات هذه الموجوده تشوفه يمكن قاعد يواري فريق كامل، الفرص اللي جاته واخر شيء يوصل للبلنتيات ويؤدي بالبلنتيات ويسجل الهدف، يمكن يعني ما شفناها انا اللي شفتها في خالد الفضلي وشفتها في سليمان عبد الغفور، فيستاهل سليمان عبد الغفور هذه الجائزه والابداع اللي سواه خلال المباراه. نعم ابو عمر اعتقد ما في خلاف، اي لا ما في خلاف الاغلبيه، ويمكن بعض الاخوان ترى حتى الاسماء اللي اختاروها هم والنعم فيها يعني ادت وقدمت صراحه، لكن في هذه الجوله جوله حراس مرمى. شوف هو دور سليمان يمكن في مباراه العربي القادسيه كانت يعني دوره قيادي بعد يعني مو بس حارس مرمى تصدى، وهذه الكره تحديدا اللي هي كره رده الروح له احمد الرياحي طبعا، هي كانت انا اعتقد هي كانت مفترق الطرق في ركلات الترجيح. سليمان لاعب ثقيل ولاعب محترم ويكسب الحقيقه يعني ما ابي اشبهه بالمرحوم سمير سعيد، لكن في صفات مشتركه بينهم حراس النادي العربي، اثنينهم الجمهور ما يختلف على حبهم للامانه، عندهم ثقل ورزانه في المرمى. الله يوفق سليمان لخدمة النادي العربي ولخدمة الكرة الكويتية، هو واخوه طبعا حميد القلاف في حراسة المنتخب، وايضا الحقيقة كل الحراس. سليمان يعني يمكن يكون هو العلامة الفارقة في مباراة القادسية والعربي ويستحق. نعم في شيء، بسم الله الرحمن الرحيم.
في شغله احنا يا جماعه لما نختار احسن لاعب ترى مو لان عندك لاعب واحد ايه تختاره بس صحيح. يعني لا يفكرون الثانيين ان لما نختار سليمان عبد الغفور يعني اي لاعب باي جوله نختاره ان الباقي مو زينين يعني في منافسه طبعًا. هذه طبعًا. طبعا في لاعبين وايد زينين يعني في الافضل لو بتقول وايد لو بتعد لي اكثر من لاعب لكن احنا بنقول الافضل يعني هذا افضل واحد في الجوله فلما نقول سليمان عبد الغفور يعني في لاعبين وايد ترى لعبوا بالجوله ويستحقون لكن الاختيار على واحد فهاي المشكله انك تختار واحد احنا طبعا نشكر الراعي للجائزه نعم. الاخ سامي الدبوس نعم. ودنا الحقيقه نتوسع الجائزه يعني مع مع الاخوان الداعمين الشركات اليوم ممكن نكون مثلا في احسن جوله احسن حارس في الجوله نعم. واحسن لاعب بالجوله نعم. واحسن ناشئ في الجوله فتتوسع الاختيارات مثل ما قال ابو علي في النهايه احنا عندنا اختيار واحد صحيح. الشمالي الاشكناني لاعب العربي نعم. كان مميز محمد نعم. صفر لاعب العربي ايه. كان مميز في لاعبين الشمالي كان حراس المرمى خيطان الشريفي ايضا كان ممتازين نعم. بس لما تكون ما عندنا غير اختيار واحد صحيح. احنا ودنا نتوسع بالاختيارات وهذه دعوه الحقيقه للشركات للرجال الاعمال ولكسورا طبعا بالاخ نعم. سامي الدبوس ان تتوسع الجائزه نعم. اكثر ابو سعيد عشان موضوع سليمان عبد الغفور انا اقول لك يعني يمكن قررتها قبل سنه وكان في كلام اصلا انه راح ينتقل للدوري السعودي لكن في اسباب يمكن كانت يعني تاجيل الخطوه هذه لكن انا اقول لك اكد لك من هالمكان هذه سليمان عبد الغفور راح يلعب بالدوري السعودي في كلام عليه من احد الانديه الوسط السعوديه خلونا العرباويه يمكن يكون يعني يمكن العربي يخلونه يعطونه فرصه للاحتراف او مثلا يستفيد ماديا ويستفيد من اشياء كثيره ففي كلام عليه اذا مو الموسم هذا الموسم القادم سليمان عبد الغفور في طريق للدوري السعودي الله يوفقك في كلام يعني انا اكد لك بهالبرنامج والله الله يوفقك يستاهل مكسب مكسب غريب الغريب انه يعني ونعم الحراس الموجودين لكن بهالامكانيات هذه والروح هذه والقياده هذه انه مو اساسي بالمنتخب انا هذه الصراحه علامه استفهام الكبيره والنعم ترى حميد هم يعني قاعد يتالق والنعم انا قاعد اقول لك بس امكانيات سليمان اللي شفناها في مباريات النادي العربي امكانيات جدا يعني خارقه للعاده نعم انا عندي استغراب ثاني ايضا على موضوع حراس المرمى تفضل خالد الرشيدي نعم يعني صحيح القادسيه ما فاز بالمباراه لكن وخالد ما يت لكرات ما في اختبار حقيقي ما في اختبار حقيقي نعم. لكن خالد الحقيقه يعني على مستوى حراس الخليج انا اعتقد انه من الحراس المميزين صحيح انه ما يجد له مكان مع المنتخب انا اعتقد هذه اللي علامه استفهام حقيقيه هو عموما حراس في الكويت صراحه يعني الحمد لله بلد حراس المرمى بالضبط. الكويت بالضبط. والله نعم. تاريخه صراحه تاريخ بلد حراس المرمى نعم صحيح خل نروح حق موضوع اخر بس قبل الموضوع الاخر ماني ذكرت الاخ العزيز سامي علي الدبوس يعني ابو غانم دعمه متواصل يمكن حتى الاخوان الان بلغوني الاخوان في كليه التربيه الاساسيه كلموه قبل فتره وابدا موافقته اعتقد اليوم راح يكرم المتفوقات والخريجات من كليه التربيه الاساسيه قسم اللغه الانجليزيه راعي هو هذا التكريم وفي فندق اعتقد سيمفوني وهذه من الامور اللي يعني هذه الشخصيه شوف يعني ما وقفت على بس دعم الرياضه ولا وقفت على دعم الرياضيين ولا البرامج الرياضيه قاعد تدعم ايضا المتفوقات الخريجات في اقسام اخرى في التربيه الاساسيه في اللغه الانجليزيه فكل الشكر لاخونا سامي الدبوس على هالبادره ويستاهلون خريجاتنا وطلبتنا هذا الدعم وبالتأكيد يعني اليوم وقفة أخونا أبو غانم معاهم يستاهلونها ومحتاجين يعني أنا يمكن مريت في مثل هذه المراحل وقت حفل التخرج وقت لما تكون في حفل تخرج ندور راعي ندور من يدعم هذا الحفل لأن في بوفيه وفي مبيع وفي عريف حفل وفي فتدرون هذا طلبة بالنهاية يحتاجون مثل هؤلاء الرعاة حتى يوقفون وياهم فشكرا لك يا أخوي سامي الدبوس مرة أخرى عزيزي عن تقديم الشكر لك نيابة عن طلبة كلية التربية الأساسية طالبات كلية التربية الأساسية والله يوفقهم إن شاء الله انتقل لي أول أيضا أو ثاني موضوع بالنسبة لنا بشوف هذا الفيديو لمنشأة راح نتكلم شوية عن منشآتنا الرياضية في مركز شباب جابر الأحمد هذا المركز بنشوفه الآن على الشاشة بالنسبة للسادة المشاهدين هذا المركز مركز الشباب هذا الفيديو مصور حاليا في ديسمبر شهر ديسمبر 2019 وحتى أكون منصف
لمن صور هذا الفيديو وناشره اخونا العزيز محمد جدعان هو اللي ناشر هذا الفيديو. يعني حسب المعلومات اللي موجوده في تغريده اخونا محمد ان هذا المركز يتكون من مبنى سكواش ومبنى البولينج ومبنى تنس ارضي ومبنى حمام سباحة مغطى ومبنى صالة ألعاب رياضية، إضافة إلى بعض الأمور الأخرى اللي هي مبنى المسجد ومبنى الإدارة ومبنى الأنشطة والمسرح. الهدف من هذا الفيديو أو نشر هذا الفيديو، وهذه رسالة لأخونا العزيز عبد الرحمن المطيري مدير هيئة الشباب، إن حتى الآن ما تم افتتاح، مع أن حسب ما قالوا لي الإخوان جاهز، وحسب ما بلغوني الإخوان إن يعني المدينة فيها أيضا أعتقد سكان موجودين، فالمفترض أبو عمر ما أدري أنت قريب من الإخوان، أنا أدري يمكن فاجأتك في الفيديو، لكن أمانة يعني دوركم اليوم أعتقد أبناء المنطقة محتاجين أن يفتتح هذا المبنى وهذا المركز. شوف عزيز، الأمانة الفيديو مفاجئ بالنسبة لي، بس المنشأة مو مفاجئة بالنسبة لي، يعني أنا أدري عن المنشأة وعارفها، وبعد في منشأة ثانية بعد غير هذه نفس المنطقة؟ لا لا لا. شوف للأمانة في خلينا نقول يعني إعادة نظرة حق موضوع مراكز الشباب، إن في منشآت قادمة بالطريق، يعني نتكلم عن يمكن حوالي 10 أو 12 مركز شباب قادم وبنفس الإمكانيات، بل تكون ممكن تكون أفضل. الفكرة بالتشغيل، مدينة جابر الأحمد من المدن اللي تعتبر مدن شبابية، يعني اللي فيها الآن شباب، ترى الآن المناطق الداخلية الدعية والفيحة وما فيها شباب، هذه كلها مناطق أصبحت مناطق أجداد. نعم. الشباب وين موجودين؟ في مدينة جابر، مدينة سعد، وفي صباح الأحمد. نعم. والمناطق هذه المنشأة الحقيقة جدا رائعة. اليوم بالصدفة للأمانة التقيت مع الأخ أبو يوسف عبد الرحمن المطيري في مناسبة عندنا في مركز شباب الشامية، وتحدث عن هذه المنشأة وقال إن فيها مفاجآت كثيرة جدا، واضح من عملية تشغيلها خلال الفترة القادمة لما تسلمها الهيئة بشكل رسمي. الآن هي باسم مؤسسة العمل الرعاية السكنية، شفنا الفيديو. لما تستلمها الهيئة بشكل رسمي أتوقع راح يكون فيها افتتاح. بالصدفة أيضا أنا يعني أحد يعني أقربائي موجود في مدينة جابر الأحمد، ويقولون إن الشباب الموجودين هناك يعني متشفقين لهذا الموضوع. نعم. أنا ودي طيب. بس عزيز شكل سريع في هذا الموضوع. أيه؟ إن المنشآت هذه تؤول للدولة. طيب. ولا تكون فيها عين على أحد. لا وليش متأخرين بالتشغيلها؟ أي هذا طبعًا. يعني ينطرون. أنا أقول. ينان ويقعدون فيها. لا أبو عمر. قد يكون. مسكونة. شغلوا شوف أبو عمر ما نقدر. لا مو لا أنا أتكلم. لا ما يقدر. لا لا لا. مسعود. لا أبو عمر إحنا ما يصير يعني. ما مركز خلاص. خلاص تشتغل. شنو لازم الهيئة تستلمه بشكل رسمي وتشغل نفسها صالة. ايش اسمها هذه؟ صباح مو صباح، ايش اسمها الصاله هذه؟ متعلق سعد العبد الله. سعد العبد الله. لا الصاله اللي بصباح السالم. اي صار مجمع صالات سعد العبد الله. زين ناطر والله يستلمون الهيئه، صار لنا 10 سنين الحين ناطرين الهيئه تستلم. ادري انت مو احنا ما نتكلم انت ليش انت حتى لو في نواقص في اشياء خلهم يشتغلون فيها وبعدين نكمل. نعم. بعدين نكمل. نعم. هذا افضل. انا ادعو الحقيقه يعني اشتغل. وبعدين هذه الشغله ترى فيها فرص عمل للشباب طبعا. يعني هذول اللي قاعدين ناطرين دورهم بالتوظيف وظفهم هنا بإدارات المراكز. صح. هذه صحيح. فيها صحيح. فرص عمل جيدة يا جماعة، بس تفكير شوية يعني نعلم المسؤولين شو يسوون، هذا شغلكم. حتى الأهالي حتى وزراء ومستشارين. اي والله العظيم يبين مستشارين من برا. ليش تطولها وقصيرة يا أخي؟ خلاص خلي يدامون فيها ويشتغلون فيها ويحركها، وإذا في نواقص كمل بعدين. أفضل من تنطر تخليها تخرب ويها غبار ويها مطار ويها ماشي بعدين وتتكسر بعدين في هذا. في ناس تحذف، يمكن في ناس تروح تكسر تعال أرد مرة ثانية صيانة، ورد مرة ثانية خسر الدولة. خلونا السرعة تيجي وتسوي صيانة. بس أنا أبو علي مهمة لحظة، هي مسألة تنفيع ولا تبي خدمات تخدم الدولة تخدم هذا. لا أنا أدعو الحقيقة وطالب إن تشغل بسرعة وقت ممكن، لأن أهالي المنطقة الحقيقة محتاجين. منطقة ما فيها أي مرفق. صحيح. شبابي. صحيح. وأقرب مرفق شبابي ترى له نادي صليبيخات. نعم. وعندي. نعم. الحقيقة يعني ملاحظة على المنشآت هناك إنه ما في يعني. نعم. الأهالي يعني مضطرين يدفعون فلوس مع إنه في مرافق للدولة موجودة. نعم. محمد يعني مثل ما قال أبو عمر، اليوم
جابر الأحمد، منطقة جابر الأحمد سمعنا أن فيها استاد، وسمعنا مدينة رياضية أولمبية. ما أدري مدينة أولمبية، يعني لا سووا المدينة الأولمبية ولا سووا الاستاد ولا مركز الشباب فاتحينه حق عيال المنطقة. ش قاعد يسوونه ولا راح يسوون شيء؟ أكو شيء راح يسوون؟ يعني هذا المبنى خالص جاهز شغل، يعني ينطرونه يتبطط، ينطرونه هذا عشان يصلحونه مرة ثانية بعدين يشغلونه، ينطرون أنت عزيز تتكلم وإحنا نتكلم عشان يجون ويبطلون، ولا كل شيء خالص؟ نعم بطل. شلي يمنع؟ إحنا نتسأل، في مرة إحنا تكلمنا وعايزين نتكلم، في مسؤول مرة طلع لنا قال لنا والله بيتبطل تاريخ الفلاني ولا بيتسكر تاريخ الفلاني ولا شنو فيه، ما في مسؤول يطلع. لا هو مسؤول. والله أنا يعني أنا أدعو الحقيقة الإخوان في الهيئة العامة للشباب إن أحد يتكلم عن هذا، بس أنا أتوقع إن الأحدهم ما استلموا بشكل رسمي من المؤسسة العامة الرئيسية. ليش ما استلموا؟ ما استلموا يعني ما سلموا. أدري أدري عادي أمان، وإحنا نقول هم ليش مطولينها ويقصرون. أنا عارف الموضوع جاهز لأن المبنى بعل المبنى تحفة الحقيقة شبابية يعني. عدل وليش أخليه يخرب؟ ليش على قولتك إذا ما اشتغل راح يخرب. راح يخرب. نعم. يعني أنت خلاص استلمت، سلم واستلم. سلم سلم لهم وخلاص روحوا يلا تحملوا مسؤولية. صحيح. حمل الناس مسؤولية. نعم. عدل خلهم. نعم. يشتغلون. صحيح. صحيح. مشكلة يبقى خير البر عاجلة. يمكن في عيوب خلصوا. نعم. أبو سيف يعني هذا الأمر تكرر كل منشآتنا الرياضية للأسف شيء. استاد جابر قعدنا 10 سنين كل واحد يقطع الثاني، ولا افتتحوا الاستاد ولا سووا الاستاد وقعدونا 10 سنين الحين مجمع. هذا مركز الشباب غير مجمع الصالات غير ما كل منشأة رياضية قاعد يسوون فينا كذي. شوف انا بوجه بكتب اتكلم عن جانب بالموضوع هذا، يعني انا اشوف المسؤولين الحين على عرس العمل يعني هذه فرصه لهم انهم الافتتاحات والمنشات العملاقه بالكويت اصلا تحسب عهدهم ان بعهد الرجل الفلاني تم افتتاح، يعني حتى هذه لهم حتى على المستوى. صحيح. الشخصي تنحسب لهم. صحيح. يعني ما ادري. والشيء الثاني النقطه الثانيه انت شايف عزيز ودائما تتكلم بالموضوع التطور الهائل اللي حاصل بالخليج الان الحراك. صحيح. والتطور الحين في سباق بين الدول الاكثر الافضل والتطور والمنشات فالقطار يمرك سريع الان اذا ما لحقت عليه راح يصير قاب بينكم. صحيح. كبير. فهذه نقطه وجهها الاهلي بالكويت. اهلي بالكويت. نعم. الان ترى الناس قاعد تمشي بسرعه جنونيه اذا ما لحقت عليهم حتى منشاتك هذه تكون مهي ما توازي اللي قاعد يصير الحين بالخليج. صحيح. يعني هذا نتكلم من حرقه والله. صحيح. تكلم والكويت يعني قادره يعني قادره ماديا وشبابيا وكوادر ما يحتاج الكويت. صحيح. قادره. صحيح. ما ينقصها شيء والله. مشكله سيف في فترات توقف تشوف انديه سعوديه تروح مثلا دبي، والله انديه بحرينيه تروح مثلا المملكه تعسكر، الانديه مثلا سعوديه تروح والله الامارات تعسكر. عمرنا ما شفنا نادي قال والله بعسكر بنادي الكويت او عفوا في دوله الكويت. بلا في المالكيه البحرين كنا اليوم لا يعني تخلى احنا وقاعد يقول هاي نتكلم خرب خرب الشغل كله. لا تكلم هذا عدل كلامه. ليش ما يقول علي ابو علي ما عندك والله كل شيء موجود عندك ملاعب انا عندي يعني النصر يروح مرات دبي، خلني اقول لك الهلال يروح مثلا مرات ابو ظبي، ما نادي الوحده والجزيره يروحون الرياض. ولا انا وياك بس احنا برنامجنا لما انا اصلحك عزيز وفعلا احنا برنامجنا يوصل نتميز ان نوصل المعلومه الصحيحه ونتميز ان احنا كلنا واضحين وراينا جدا واضح. فانا لما صلحت حق عزيز مو معناته انهم زينين. لا 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 ابو علي هم مو زينين. نعم. لا لا هم ايون ابو محمد محمد هم ايون يعني مثلا فتره من فترات هيك فريق نجران هيك فريق الفيصلي هيك فريق يعني ما انا قاعد اقول ما سمعنا والله يا الهلال قال بعسكر بالكويت ولا مره قالوا مثلا والله نادي العين نادي العين بي والله يعسكر ولا نادي لدحيل ولا نادي السد ولا قالوا بعسكر بالكويت. لا ابو سعيد ليش ما يجي بايرن ميونخ بالكويت؟ يعني ليش الكويت ما هي ناقصه شيء؟ انا اقول لك الحين بالخليج بايرن ميونخ اليوفي كلها قاعد تجي الحين خصوصا فتره الانديه هذه قريبه من يعني على الاقل ما نلومهم انه ليش ما يجون يعسكرون لانه ما فيها مشاهد ما في والله لو الكويت يعني من الدول الضعيفه نقول ما يخالف لكن الحمد لله كله قادر على كل شيء. نعم. قادر عليه احنا المسك قرار يعني بس احنا احسن ناس نخطط افضل ناس نخطط بس فعل ماكو. انا بس بسال عن المشاهد راح يطوفك الباص بسعود يعني انا داش في الامور وايد
اذا المنشأة عليها مشكله ما حد يستلمها، ما يتحمل مسؤوليتها، فخليه يبينون لنا الهيئه تم استلامها، في تم استلامها، في عليها مشكله. نعم. ممكن عليها مشكله. طيب اخونا داود علي عضو مجلس اداره جمعيه جابر الاحمد يقول شكرا لاثارتكم موضوع مركز الشباب في مدينه جابر الاحمد، وباذن الله قريب الافتتاح، كما ان هناك موقع اخر لنادي رياضي متكامل، نتمنى من المسؤولين سرعه اشهاره وانجازه ونادي السيف. والله احنا يا اخوي داود ما نبي يشهرون انديه وبدون مشاهد يروحون يدورون مراكز شباب يتمرنون فيها ويروحون ياخذون نادي الشباب نص حق نادي برقان ونص حق نادي القرين ونص حتى بالمناطق النائيه الدول النائيه ما يسوون هالحركات. احنا نبي لما يشهرون نادي تكون له منشاته جاهزه، مقره جاهز، وبعدين يشهرون نادي. اما يشهر لك نادي ويشهر نادي ويروح يتدرب لمركز شباب ولا يتدرب مدرسه ولا يتدرب ثانويه، هذه ما تصير في اي دوله متقدمه بالعالم. خل نروح حق فاصل، عندنا موضوع منشاه اخرى بعد الفاصل. حياكم الله ويانا، ننتقل لمنشاه اخرى. انا احد الاخوان للاسف زودني يوم المنشآت، يوم المنشآت اي والله، المنشآت العالمي اي والله. قبل شهر يمكن ما ادري خلصت البطوله او اسبوعين، خلصت ولا ما خلصت ما ادري صراحه، اذا هم للحين يلعبون ولا خالصين ما ادري. نادي النصر بطوله العالم، لا مالت جودو البولينج، بطوله اسيا الجودو اي على بلاد صليبخات كنا، لا لا ما ادري الصاله، انا ما ادري وين اصلا انا شو اي والله ما ادري وين هالصاله، اوريكم الفيديو. هذه الصاله احتضنت او قاعده تحتضن بطوله اسيا الجودو، شوف الصاله. هذه طبعا هذه البوابه الرئيسيه الحين، هذه البوابه الرئيسيه. والله بوابه جمعيتنا احلى من هالبوابه، صاله الشيخ عبد الله الجابر الصباح الجودو، شوف الصاله. يعني ما ادري والله، يعني المشكله ان المنشاه تشيل اسماء ناس ايه من رجالات دوله الكويت، اللي يعني اللي عطوا حق الكويت. هذا مبنى اخر، هذه صاله اخرى. خلنا بس نرجع على الصاله. مسعود انا اعرف المبنى هذا وين، الصاله ولا هذا؟ اثنينهم ينبع سالم، اثنينهم ينبع، لان الصاله وين اول شيء؟ يم مدرسه ولدي اثنينهم. صباح السالم مو صباح، هذه في صباح السالم. نعم هذه هذه نعم في صباح، غير صاله متعدده الاغراض وراها. اي غير هذه صاله الاتحاد الكويتي للجودو. انزين هذه صاله الاتحاد الكويتي للجودو. شوف عزيز، هذا المبنى تحديدا قبل اسبوع او اسبوعين كان عند في بطوله اللي هي بطوله الاسيويه. يعني شفت اللوحه، دول اسيا كانوا يونيني. انا ما لاحظت، يعني ما ادري عن البطوله هذه، لكن قبل تقريبا حوالي شهرين او ثلاثة شهور اذا ما كان اكثر، كانت ايضا البطوله الخليجيه في نفس المكان في نفس المبنى، بطوله جودو بعد، بطوله جودو نفس المبنى. لان عندي صديق لي اماراتي وصلته في المبنى، قال لي انا يعني كان هو في فندق عند الفنادق القريبه، ورحنا. ترى هذا مبنى ثاني، هذا مبنى ثاني. هذا شنو الحين المبنى؟ هذا الله اعلم. هذا الله أعلم. انا الحين بس خليني اقول لك، انا اتكلم وياك عن مبنى اتكلم لك عن المبنى هذا اللي للاسف الواجهه فيه ما ادري طايحه او متهالكه او ما هي مبنيه. انا بعرف شنو الداعي لاستضافه بطوله خليجيه ثم استضافه بطوله اسيويه في وسط هذا المنظر. يعني انا ماني فاهم شنو، ليش الاستضافه في هذا واللي اعرفه انه في حال الاستضافه الدوله يجب انها يعني تاهل المبنى، لان على الاقل احنا بيننا بين ربعنا خمارنا بيننا، يعني ما نطلع بالخارج. زين فما بالك لما تستضيف دوله يعني بطوله خليجيه وما يكون في رده فعل، ثم تستضيف بطوله اسيويه. لما شفت انا الفيديو هذا عزيز، هذا انتم نزلتوه في حساب الديربي. نعم. لما رحت انا وشفت لقيت اليافطه اللي موجوده، انزين يعني مكومينها خالص، معناته البطوله خالصه ورامينها خلاص، انتهت البطوله والصاله على وضعها مثل ما هي. انا الحقيقه اوجه النداء للاتحاد المعني، انت شلون تقبل يا اتحاد انك تستضيف بطوله وعندك هذه الصاله؟ هو هل الفكره بس استضافه بطولات؟ يعني ما فكرتوا بسمعه الكويت لما يجي ضيف؟ لا عزيز،
نعم. انا يوم رحت بعد البطوله شفت بالخلف لقيت سيارات النقل اللي هم عاد ربعنا اللي هم التلفزيون اعتقد ما ادري عاد منو ناقلينها على الهواء ولا لا، نعم. موجودين في المواقف بالخارج، نعم. يعني ما لهم اي صلاحيه اعلاميه، ما في برستيج اعلامي لهم. انا ارد واسال المسؤول اللي وافق على بالاتحاد المعني على استضافه البطوله، انا ما ادري شنو جبتوا من النتائج، ما ادري شنو جبتوا، بس ما اخفتوا على سمعه الكويت ان احد من دول اسيا، وانت عزيز رايح اسيا وكلنا رايحين الدول الاسيويه، تو ابو سيف تكلم عن دول الخليج، لا اطلع الحين نطاق الاسيوي، في منشأ بهالطريقه؟ لا طبعا. زين، الشيء الثاني انا الوم الاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي قبل استضافه البطوله يطلع، بس هي ممكن داخل بو عمر، يعني انا ترى انا لما حطيت المنظر انا ما اتكلم عن سموح ابو عمر بروح تفضل، انا ما اتكلم عن داخل، يمكن داخل مهيئه بكل مستلزمات لعبه الجودو، فيها كل الاجهزه الحديثه، فيها كل شيء، لكن معقوله ابو علي الطوفه بهالصوره؟ يا اخي طوفه المقبره اللي نروح لها احنا، طوفه المقبره كل سنه يصبغونها، كل سنه تنصبغ شكلها نظيف، لا يعني حتى اللي يمر على المقبره ما يتوقع ان هذه طوفه مقبره، هذه طوفه صاله تستضيف فيها بطوله اسيا الجودو، هذه يعني على الاقل اصبغها يا اخي علم الكويت، احط هذا كيربي، احط تشينكو، اي شيء يا اخي، احط ورق جدران، والله ابو علي والله لو اصور لك طوفه المقبره هذا بين المقبرتين لو تروح طوفه والله صفره شحالاته ما فيها لا شخابيط، هاي طوفه صاله حتى يعني قاعد اسوي الجو، يعني حتى لو الصاله تقول زينه وعلى على يعني على الشيء يعني الفني كل هالامور صح، بس الواجهه مهمه يا اخي، الواجهه ليش مو الناس تصور قدامنا، ناس صوروا قدام توقف، احنا الحين لما نروح ملاعب برا ابو سيف قاعد نوقف برا ونصور ورانا المنشأة، ورانا المنظر، ورانا شكل الملعب، شكل الصاله، اضاءه، انوار، هذه تعب والله. ابو سعيد انا اقول الشباب الكويت شباب يستحقون منشآت افضل وافضل من، نعم صحيح، شباب قوي وجدا وجيل جديد جاي قادم بقوه، يستحقون والله منشآت، يستحقون شيء، نحتاج على الكويت، انا دائما اقولها ما ينقصها شيء، تحتاج قرار خلاص، يعني لا اللي صاير هذا المنظر ما يليق، بعدين شوف خل اقول لك شغله، لما انا اقول فرص عمل للشباب والله صدقني ماكو مبنى بتسويه منشاه بتسويها لازم لها اداره خاصه، يقول لك اداره المنشاه هذه عندها اداره، رئيس مجلس اداره، يعني عندهم اداره خاصه، وهذه لما نقول فرص عمل حق هذا الموظف، هذا اللي واقفين ينطون دورهم عشان يتوظفون، وظفهم في اداره نعم. يعني الهيئه تابع للهيئه العامه للرياضه، نعم. هذا اللي في فرص عمل لهم، عطهم هذول خليه يشتغلون بهالمنشاه. عزيز تكمله الفيديو، المبنى الثاني هذا قصه هي، انا اذا تذكر عزيز ترى المبنى الثاني هذا الموسم اللي طاف او اللي قبله برنامج الديربي، نعم. طلع فيديو وسال لما كانت الواجهات مكسره، صحيح انزين، وسال هذا المبنى شنو اليوم، المبنى قاعد تصير فيه صيانه، يوم رحت انا يوم شفت نزلت يوم شفت الفيديو نزل بحساب الديربي، نعم. انزين مريت يوم المبنى الثاني قاعد اقول هذا المبنى شنو، ولا مسوين فيه قاعد يسوون عليه صيانه، طيب صيانه حق شنو، انت اساسا لا شغلته لا افتتحته، ما ندري المبنى هذا اساسا حق شنو، ما في اي ساين برا، ما في اي اعلان، يعني هل هذا المبنى، انا اللي عرفته معلومه شخصيه انه هو مبنى تابع للاتحاد، اي اتحاد ما ادري، صار له يمكن حوالي 4 أو 5 سنوات على هالحاله، الى اليوم تروح له، يعني انا اليوم شنو اليوم السبت، يمكن يوم الخميس كنت هناك، لان لحد الحين المدارس الخاصه اللي هناك يداومون هذا المبنى، هذا المبنى شوف الحين قاعد يشتغلون ترى فيه، اذا تشوف مبين فيه سقاله ما اسمها، انزين طيب هذا المبنى شنو، منو مستلمه، شنو هو، هل هو اتحاد، هل هو نادي، هل هو مبنى، هل في احد حاط عينه على المبنى يبي ياخذه، يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، هل في احد عينه على المبنى يبي يحوله الى مبنى تجاري يستثمره او يخصصه او يسرقه، شنو هذا المبنى، يعني لازم في احد يحترم شباب الكويت ويرد على هذه التساؤلات. تكلمنا عن استاذ جابر 10 سنين، الحين بنتكلم عن اهل المباني بعد 10 سنين، مو كل سنه قاعد يطلع لنا نفس عشان تعرف هذا حق منو، والله ملينا محمد. والله بسعود والله شوف احنا يعني اليوم انا اثق باخوي عبيد زايد، ورجل يعني كان امين سر اللجنه الاولمبيه الكويتيه، وهو اعتقد رئيس الاتحاد الاسيوي للجودو، وهو
يعني مطلع على صالات الجودو في كل دول العالم. يا ابو زايد يرضيك هذه الصاله تستقبل فيها رئيس اتحاد دولي، تستقبل فيها ضيوف الكويت، تستقبل فيها يعني تلفزيونات، قنوات تلفزيونيه يمكن تغطي البطوله، يرضيك هذه الصاله؟ يعني ما يعني الهيئه انا اللي اعرفها تحط ميزانيه حق كل بطوله تستضيفها الكويت. يا اخي اخصص 5000 10000 6000 دينار حق اصبغ الصاله من برا، احط اغطيها ببوسترات بشغلات بحيث انه يعني اغير الشكل الخارجي. البوابه يا ابو زايد هذه معقوله بوابه ادخل فيها كبار الشخصيات، كبار يعني البوابه على الاقل فيها شكل حلو لما يدخل. يعني انا ما ادري داخل قاعد اقول ممكن داخل مزوده مجهزه عزيز معقوله ديزاين حلو بس يعني الخارجي المفروض عزيز اهم من اللي بس انت شايف اللي برا شد لك انه داخل شنو موجود يعني واضح بس مدور مدور رئيس مجلس الاداره لا لا انا انا قاعد اتكلم يعني دور الهيئه خاطبهم يكلمهم ترى انا بس نبي نغير كذي نبي نحط مثلا نتمنى صرف مبلغ عشان نغير بهالشكل يعني المنشآت عدد المنشآت بالكويت ترى بسيطه عزيز. انا زودني احد الاخوان اشكره الاخ سامح اللي يتابعنا من القاهره وسلم عليكم. تدري كم عدد مراكز الشباب في مصر؟ لا والله ما ادري. 3500 مركز شباب. 3500 احنا عدد مراكز الشباب بالكويت والمنشآت الرياضيه كلها على بعضها ما توصل 100 منشاه على بعضها. انا ايد اللي قال ابو علي لو كان في رؤيه ابو علي عندنا انها تصير فرص عمل للشباب وتصير حل لمشكله البطاله بس للاسف ما قاعد تواجه باداره لان انا وجهه نظري الشخصيه هذه عزيز ان هذا الامر للاسف في قوه متعمده انها تحاول ان هذه المنشآت ما تقوم بدورها لخصخصتها من الاخر. والله عموما الامر عند سمو رئيس مجلس الوزراء احنا صحيح. علينا نوضح له ونوري ما قاعد يعني تمر فيه الرياضه الكويتيه والباقي عند سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وايضا معالي وزير الشباب اخونا محمد الجبري. اخذ اخوي بجاد من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه صبحك الله بالخير. بدينا صباح النور. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. مساكم الله بالخير. صبحك الله بالنور. اول شيء احب ابارك لعبد العزيز فوز النصر اليوم. الله يبارك فيك. فيه طرد اثنين وما شاء الله دفع الرباعي شغال اليوم. اي. واحب احيي ابو سيف فوز الزعيم العالمي الملكي في كاس اسيا. وشكرا لكم. شكرا لك، شكرا لك يا بجاد. الله يبارك فيك وقل له مشروب فنجاله. دفع الرباعي شنو غزه بالدفع الرباعي ممكن توضح؟ لا والله ما اوضح. انت وضح. ما اعرفه. ما تعرف الدفع الرباعي؟ لا والله احنا بالهلال ولا ما نعرف الدفع الرباعي. مصطلح جديد علينا. اي مبين. اخذ اخوي طلال صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي عبد العزيز. يا حياك الله. اصبح عليك واصبح على الاخوان الموجودين. حياك الله. وهم نقدم اقتراح جديد حق المسؤولين على الرياضه. يبقى ما تبون تسوون شفت عزيز اللي يرسمون على الجسور على المحولات على اي مكان هذين الشباب التطوعي نعم اعطوهم الموضوع قسما بالله العظيم يا ان الواجهات هذه تصير كأنك قاعد في امريكا صحيح اذا ما تبون تشتغلون وما يبون شيء الصبغ منهم الجرافيتي. الادوات منهم كل شيء منهم يسمونه الجرافيتي حتي رياضه نعطيكم اقتراحات وكلها اذن من طين واذن من عين ما يصير لمتى شنو تبون ما تبون رياضة ما تبون منشآت ما يا ملينا طقة تشبوتنا سمعوا وشوفوا ايش قاعد نقول انتم ما تسمعون الا حق قناة واحدة وتاخذون براءها ويا ريت الاراء تكون صحيحة سمعوا هني ايش قاعد يقولون سمعوا هذا البرنامج صار له سنين قاعد يتحكى عن المنشآت عزيز بذمتك اكو شيء دش جيبك انت غير القضايا وغير المشاكل وغير انك رهوك ما يصير لمتى احنا كذي والله العظيم طقت تموتنا والله حسوا شوي ان ما نبي شيء الناس اللي قاعدين الحين ما يبون شيء قاعد يعطونكم اقتراحات ببلاش ببلاش ما يبون شيء بس يبون اسم الكويت تدري شنو اسم الكويت ولا ما تدرون فما الله اخوي يعني. والله مشكور والله كلامك صح يا طلال يعني انت لو تدري اليوم والله انا لما يجوني شباب تدري بحكم علاقاتنا بعض الاحيان يجونا زملاء اصدقاء من بعض اللجان الاولمبيه في دول برا اوديهم صراحه عند الاوبرا والله ما تدري شنو استمتع لما يوقفون يصورون والله هذا الديزاين ولا الشكل شحلاته يصور وراه يروح
يقضي وقت فيه. يعني انا استانس الابراج اوديه الاماكن هذه اللي لما اوديه مشاهير رياضيه والله يا جماعه والله استحي. في ناس من اللجنه الاولمبيه يجون اوديهم اللجنه الاولمبيه الكويتيه، تدري وين؟ حولي مبنى والله يا جماعه. يعني تروح برا تشوف اللجنه الاولمبيه ايش حالاتها، اللجنه الاولمبيه القطريه على البحر، اللجنه الاولمبيه السعوديه، انا رايح مبنى اللجنه الاولمبيه السعوديه والله مبنى يعني ودك تنام بالمبنى، تنام ما تطلع منه. احنا لا اللجنه الاولمبيه تروح تودي ملعب يحضر مباراه يضيق خلقك، تودي مقر الاتحاد بالضبط والله يقعد على حتى المباني والله يعني واحد تدوي يعني واحد بالطروره بودي صاله اليد عشان احضر مباراه صاله اليد، شو ودي والله استحي ودي نادي كاظم والله ودي استحي ودي صاله لا صالة المباني الموجوده يعني طلال قال خوش كلمه، قال احنا يعني شنو الحشي لما احنا ننتقد كذي، شنو بيننا وبينكم شيء؟ لو ما تهتمنا الكويت ومصلحته يمكن انتم بعد تهتمكم، بس ماك فايده حكي بدون عمل. يعني لما احنا نقول شنو المسلمين ترى حصل اكو ناس يشيلون علينا. نعم ليش تقولون؟ ليش نقول؟ لان الزمن تعبان، زمن ردي. اول اللي قصيت على واحد كذبت على واحد يودك يزنط يقول تعال انا يا عندك تكذب علي، الحين هو يقول لك كذب علي. تبون واحد يقول الصدق ما تبون يقول الصدق، تبون واحد اللي يكذب عليكم عزيز. حتى في المنشآت الحاليه الموجوده اللي جاهزه وحق ابو يمنا بعد غير ملاحظه المنشآت الجاهزه الحاليه للاسف ما قاعد تدار بطريقه جيده. يعني على سبيل المثال استاذ جابر، انا عندي رساله يوزي يا ابو حري زين، عندي رساله من احد اللاعبين بس طلب انه ما اذكر النادي عشان يمكن يكون فيها نوع من الانتقاد. الانديه نعم. المتاهله لدور نعم. بس بشكل سريع لان عندي اتصالين ان شاء الله فضل. الانديه المتاهله لدور الثمانيه لكاس سمو ولي العهد يقول احنا ليش ما نلعب استاد جابر؟ عطنا سبب مقنع انه مو كل المباريات يقولون لا يقولون قاعد يجهزونه حق شنو عزيز؟ والله عاد ما ادري يعني هذا المباراه احنا لما نشوف المباراه النهائيه امور تنظيميه حق النهائي ما تدري يمكن في اجراءات امن وسلامه المباراه النهائيه ما يكون فيها شيء خارق لا لا ادري يمكن انا اقصد ليش بس استاذ جابر؟ ليش ماكو كل محافظ ماكو استاذ؟ يقول الحين طالما الاستاذ هذا موجود واحنا تاهلنا ودنا ان يعني نلعب على هذا الاستاد لما راح يحصل مره ثانيه صحيح. فهذه صحيح. ايضا المنشاه الموجوده ما قاعد تلعب بشكل جيد. طيب سعيد بس سؤال، احنا موجوده الخلل موجود، انا بوجه رساله يمكن موجوده ابو الانصاري بالهيئه في بوادر امل في شيء قول ان شاء الله ان شاء الله قول ان شاء الله الواحد يكون متفائل قول إن شاء بس هل هناك في بوادر امل؟ قول ان شاء الله هذا ان شاء الله في بعد حق خالد صبحك الله بالخير يلا بالنور استاذي وعلى حياك الله استاذي لو تسمح لي بتكلم نقطة خارج عن مواضيعكم شوية فضل. أطلعكم برا تفضل نقطة استاذي أول شيء أهنيكم على القناة الممتازة أهنيكم على السوشيال ميديا شكرا وأهنيكم على قناة اليوتيوب وبغيتك ما تفكرون أن تبطلون قناة خاصة بالرياضة لأن ملاحظ أن دائما الوقت ضيق وبرامجكم مميزة للأمان كثرون برنامجكم مميز مرات يعيدها مرتين على اليوتيوب ف يعني يا ريت لو تفكرون ان تطلون قناه خاصه باي تي في فرمان اي تي في سبورت يعني خاصه بالرياضه خاصه ان انا من ملاحظتي سويت احصائيه بسيطه قبل لا اكلمكم لقيت ان المقطع الرياضي اللي تنزلونه باليوتيوب مشاهداته 11 ضعف اي مقطع ثاني غير رياضي فيعني يا ريت لو تفكرون بالاقتراح نعم شكرا لك اخوي خالد اول شيء على متابعتك للقناه بشكل عام هذا شرف لنا وشكرا لك على الاحصائيه اللي عملتها وهم هذا شرف لنا لحسن حظك يمكن دائما الاخوان اخونا احمد الفضلي مدير التنفيذي للقناه والاخوان حتى اصحاب القناه متابعين جيدين لما يطرح في البرنامج ودائما يعني يتواصلون معنا ويعلقون على ما يطرح في البرنامج فملاحظتك اعتقد وصلت الاخوان بدون ما انا اوصلها لهم وشوف شنو رايهم يعني بالنهايه الراي الاخير الاخ احمد الفضلي ابو حمد المدير التنفيذي للقناه اخوان ملاك القناه اخذ اخوي عبد العزيز صبحك الله بالخير صبحك الله خير على ابو سعود مساء عليك وعلى الاخوان ابو سعود انا اتمنى الحكام يكونون كويتيين يعني الحكام من الخليجيين على عيني وعلى راسي ولكن دورينا وكاس ولي العهد في عندهم اخطاء كارثيه نعم فانا اتمنى حكام كويتيين بخصوص ما ادري الكويت انه بيشارك وبشارة واحد من حق الاسيوي انا اتوقع ما يفيدون كالديرمون وعمرو ميداني هذول المفروض المحترفين خاصه جمعه سعيد مصاب ثلاث شهور فانا اتوقع اذا يبون يشاركون على المحترفين هذول
يمكن يطلعون من اول طقه. انت الثلاث مباريات كلهم خارج الكويت، يعني كلهم صعبات، كلهم ضغوط على المحترفين. هذا من اسوء حتى في الدوري مع المحترفين ما يمشون معانا، حتى مو متقدرين. تبي نباري ابطال اسيا؟ مستحيل. انا اتمنى ان الخمسه يتغيرون. نعم والله اخوي عبد العزيز، الاخوان في نادي الكويت احنا كلنا ثقه فيهم بتجهيز الفريق. ابو سعيد كالديرون وهم والله شوفهم يعني كالديرون مشوا، كالديرون مشوا اساسا، خلاص خلصوا معاه. عاد عمر الاخوان بالنهايه مسؤولين عن الفريق، وهم ينظرون هل هو يعني قاعد يفيد الفريق او لا. لكن كالديرون انتهى عقده، وكلنا ثقة، أرجع أقول كلنا ثقة بالأخ خالد الغانم، أخونا عادل عقلة مدير الفريق. إن شاء الله إنه يجهزون الفريق على يعني تم الإعداد والاتفاق مع محترفين مميزين حق الملحق الآسيوي. خالف صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير وعود وعلى اللي عندك. حياك الله. إحنا يا جماعة يوم نشوف درب الغاتية بابو أذكى منا ما في، ويوم يشوف ان ماله بالتدريب واحد منهم، فما ندري. زين انت قاعد تشوف خطه كاظمه احسن منها ما في، ليش غيرتها 120 درجه؟ بدر تبلش فيه وتطلع، مستحيل. دامك انت اخطيت ولعبت بالبدايه خله، ليش تطلع؟ زين انت الحين الغاتيه قاعد تنظر لنفس يومك. شوف حراسه المرمى عندك، خالد رشيد راح ينتهي، من راح يمسك حراسه المرمى عندك؟ خيطان عندك، مال خيطان احمد الدوسري قاعد يأدي احسن مستوى هذا، ليش ما تاخذه نفس ما خالد ما جبته من خيطان؟ ودام طلق لو الخالدي احترم، لو يحترم تاريخه ويضل بر بعيد عن الاعلام افضل له من انه يطلع من الاعلام ويسوي نفس الحركات اللي قاعده تصير. يعني انت مدرب معاك بالقناه تطلع بكلام وتقول المدرب يقول باصات، كلام مو لك ولا لتاريخ. كلام الخالدي، احترم جماهيرك واحترم تاريخ. نعم. موضوع المنشآت يا اخوي، يعني احنا ايش نقول اذا المباريات كلها قاعده على مباراه نادي الكويت وعلى نادي القادسيه؟ يعني مباراه القادسيه العربي اخروها نص 10 دقائق نص ساعه عشان ما تخلص برقان وكان. صحيح ما يصير يا اخوي. يعني احنا مو زين، ما حطيت بالك ان في بلنتيات راح تصير، ما حط بالك مباريات راح تصير شوط اضافيه. يعني مباراه كامله القادسيه ليش 7:30؟ ليش 8:30 خلوها؟ شكرا لك اخوي خلف. اخر اتصال اخوي احمد، صبحك الله بالخير. صبحك بالخير اخوي ابو سعيد وعلى ضيوفك. حياك الله. طبعا اخوي ابو سعيد، الالم على ان تتكلم على المنشآت الرياضيه يا اخوي ابو سعيد. قبل يمكن الاخوان اللي عندك خاصه الكابتن الكبير محمد كرم واخوي الانصاري، لو تسالهم قبل كانت الرياضه الخلافات والخصومات تكون خصومه عمل، مو خصومه اشخاص او هذا ما يحب هذا او هذا يكره هذا. إذا بديت بالعمل بالأشخاص نفسهم إنهم يحبون الرياضة ويسوون للرياضة فتلقى عمل. أما تلقى يعني أنا ما بدش مواضيع عشان ما أجيب النفسي على قولتهم، الكلام زايد عشان ما أجيب العيد على قولتهم. والله يا أخوي بسعيد، الشيء الثاني يعني أنا أتمنى من نادي الغاتية المدرب زين ولا في خلاف عليه، كل مدرب يخطي، مدربين عالمين يخطون بمباراة، وهذا أتمنى التمسك بالمدرب وإعطاء الفرصة ويكمل المشوار، يكمل معاهم. وان شاء الله باذن الله الدوري لنا باذن الله، وكاس الامير ان شاء الله لنا. انا ما عندي ثقه بلاعبيني، وعندي ثقه بالاداره، وعندي ثقه فيهم، ولكن على قولتهم انا وارجع اقول لك العربي اتمنى العربي يرجع العربي. شاكر. شكرا لك. روح لفاصل اعلاني وبعدها ان شاء الله سنعود. حياكم الله ويانا، عدنا لكم من جديد. خلينا نستغل وجود ضيفنا اليوم اخونا فهد الجلعودي، نتكلم شويه عن الدوري السعودي. اليوم جوله جديده او امس قام كح. خلينا نبدا بمباراه الهلال مع الحزم اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. خلينا نشوف ملخص هذه المباراه بعدها سنعود. هذه طبعا اهداف مباراه الهلال والحزم، مبروك ابو سيف النقطه.
لا تقول لي مبروك. مبروك النقطة بعد شنو؟ لا تقول لي قول عليكم. قول مبروك لأشقائنا فريق الحزم على أنهم تعادلوا مع زعيم آسيا. المبروك أي فريق تعادل. أي فريق يتعادل مع الزعيم قول له مبروك. لا تقول الهلال إذا تعادل لا تقول له مبروك. قول له هارد لك. بسيف لغة كرة القدم الهلال هو اللي متعادل بآخر دقائق. ما يخالف. أنا مالي شغل ما يخالف النتيجة النهائية لما الفريق اللي يتعادل مع الهلال نقول له هو هاردك بالنتيجة النهائية نهاية المباراة. فريق الهلال المباراة هذه أنا أقول مثل ما تغريدة صالح النعيمي إذا تقدر تحطها لنا يا ليت أو إنه يدخلونها. قرد الكابتن الكبير شنو قال؟ شوف. قال إحنا دائما إذا رجعنا من أي بطولة كبيرة على مستوى القارة يجينا انخفاض مستوى مباراة مبارتين وبعدها نرجع إحنا أبطال الدوري. فأنا أقول رأيي الحين هذه بالمباراة هذه هو اللي قالها الكابتن الكبير صالح النعيمي. معروف الفريق على فكرة الهلال الآن في معضلة كبيرة راح تواجه الهلال، بس أنا قادر، أنا عارف وقادر إن الهلال إن شاء الله سيتجاوزها معضلة كبيرة. يعني لو تأتي هذه الفرق مثل برشلونة أو أي ريال مدريد أو اليوفي راح يتعثر وراح تصير دروب بالمستوى، لكن بإذن الله الأزمة القادمة للهلال هذه المشكلة. تخيل العنيزي 7 مباريات تبدأ من شهر 30 يوم 30 يناير مع العدالة 7 مباريات كل مباراة بين مباراة ومباراة 3 أيام 4 أيام 7 مباريات وبطولات مختلفة مو بس بطولة الدوري بطولة كأس الملك والدوري 7 مباريات كل مباراة بينهم 3 أيام 4 أيام طيب. هذه المشكلة هذه المشكلة منو متسبب فيها؟ الهلال راح مثل الوطن وخير تمثيل وحقق إنجاز منجز آسيوي ومثل العرب وآسيا أفضل تمثيل ببطولة الدوري. شو كان يسولك يعني؟ شون؟ شنو يراعي في مباراة تؤجل له تؤجله 7 مباريات كل مباراة بين 3 أيام شنو؟ هذه فيها إصابات فيها غيابات وكلها مباراة عادي شنو يا جماعة يقول عادي يا جماعة لو فريق شون عادي والله يقول لي عادي 7 مباريات كلها أنت بتضيع التعادل لا أنا ما ضيع التعادل أنا قلت لك تغريدة صالح النعيمي هي اللي هي فريق جايك من 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 أعلى شيء ايه؟ طبعا راح يكون بداية أول مباراتين 3 مباريات بعدين يعود هذه معروفة والله التعادل بالنسبة حق هذا لا ايش رايك بكلامه يقول لانه جايين من بطولة عالمية وبالارقام وفرق كبيرة اقول لك اياها راح تسوي هذا دافع لهم ما يصير ابو علي يا بعد قلبي انت رجال مدرب ومدرب كبير ونعرفك بس فريق الهلال بعد فريق كبير ما يتأثر المفروض لا اي فريق يجي من مباراة يعني بطولة كبيرة فوق ومباراة تكون يعني حتى ترى ما فيها حتى وقت استشفاء ما كان عندهم وقت راحة قليل على طول ومنطقة من منطقة راحوا الى طيران داخل مع مباراة مدينة القصيم لكن المباراة هذه أنا أقول لك أنا متوقع أصلاً متوقعة المباراة أن الهلال ما يقدم قدام الحزم متوقعة طيب. والمباراة القادمة ممكن بكرة مع العدالة بعد ممكن ما تشوف مستوى لكن بالنهاية الفرق الكبار يرجعون إلى وضعهم أنت حللت سبب الخسارة حسب سبب التعادل. خسارة وين خسارة سبب التعادل سبب التعادل إيه حللت توك بعد شلون قبل الفاصل بالفاصل مو حللت لا توهق بعد ما تذكر عن شنو ليش ما ترد علي انت الحين ليش متعادليني قلت له قولها شنو قلت شنو قال شنو قال نسيت قلت له انا لابسين اصفر عادي لابسين اصفر لا قلت يعني لابسين اصفر نفس فنايل النصر فهذا يمكن اثر عليكم خوف قول خافوا منهم لان لابسين اصفر ما في لون يوقف وجه الهلال الاصفر ولا الاحمر ولا الوردي ولا اللبس هذا خصوصا الهلالي لا 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 انا عندي هناك شخصيه من الشيخ الهلال رفيجي والرجال ايه لا هو قال اول ما شاف المباراه قال واضح ان يا حبيبي الهلال خايفين من أنا مو على مو خايفين من الحزم محمد كرم هلالي زين طيب يا جمهور الهلال ترى الرجال هذا يتنفس حب الهلال أوكي. ليش تعادل الهلال يا صالح ولا ما شفت مباراة والله تعادل الهلال يعني يمكن أنا أختلف مع أبو سيف المفروض نفس ما قال أبو عليون عندهم دافع نتمنى أن يعني في لاعبين خصوصا اللاعب الخليجي يحوش إذا ما أخذ بطولة خلاص يحوش تشبع نتمنى أن ما يحوش لاعبي الهلال تشبع جمهوركم متعطش يبي بطولات عودتوا الجمهور على البطولات ان شاء الله ترجعون بس من مباراة تكلم لي عن اللي قلت الازمه اللي راح تواجه الهلال القادم انا خلنا الازمه الازمه انا ايدك 100% لازم في مراعات لازم الازمه نادي كبير يصير لا 7 مباريات بين كل مباراه وقت قصير بينهم عندهم بدلاء زينين مهما كان الوقت والطيران ورحلات داخليه وخارجيه وسفر
ما يصير يتم تأجيل كلامك. لازم يكون في مراعاة بين مباراة ومباراة. ترى هي ما راح مريح كاشة بلبر رايح يمثل الوطن. طيب ابو عمر انت ايش رايك بال لا بنقطته اللي قالها انه راد من بطولة العالم؟ اسمح لي ابو سيف تفضل. انا مؤيد لهذا العذر لان الفريق اللي يجب ان يعطي كل مباراة حجمها وثقلها، فلما يكون راد من بطولة متوقع انه يكون مستواه نفس المستوى اللي قدمه بغض النظر الظروف اللي واجهها، يسافر يروح يرد، وبعدين مثل ما قال ابو علي يكون عنده دكه بدلاء متكافئه. فانا اتوقع لا اتوقع البطوله العالميه اللي شارك فيها وقبلها البطوله الاسيويه مفروض يمتد لنهايه الموسم الموضوع هذا، بعد نهايه الموسم نهايه الموسم الهلال البطل عليك. ابو سيف ما تعتقد ان فريق الهلال ما احترم فريق الحزم؟ يعني قال هذا يعني ما احترم الفريق. انا معاك ابو علي بس مو سلفه ما احترم، يعني نزل شويه برود فيه او اي ما اعطى المباراه اهميتها صح أهمية. بس مو ما احترم فريق الحزم، لكن بعد انا اقول لك يعني هذه معروفه تجي من بطوله كبيره وبطوله انديه العالم والوهج الاعلامي تجي شويه راح يحوشك الخبر مستوى. والله انا اقول لك فرق كبيره يعني والله لو اوريك يجون من بطولات كبيره ومحققين اللقب بعدها يعني شفنا توتنهام ليفربول وصل الفاينل حق ليفربول ليفربول شارك في البطوله هذه بطوله العالم واخذ البطوله راح هناك لاعب ايفرتون قلب 4-0 ما هذا يمكن تحدث بعض الفرق وياه، لكن في فرق كثيره جت من بطولات حقق انجاز المباراه المحليه اللي بعدها او المباراتين القادمات كان مستواه مو فاز على ليستر موجود مباريات معلنين مباراه الهلال 30 مع العداله، بعدها يلعب مع الفيصلي كاس الملك، وبعدها يلعب مع الاهلي الدوري. ما صدروا الجدول مباراه الهلال هدخل مباراه الهلال 7 مباريات طيب وبقت قصير اخر مشي قلنا ليفربول فاز على ليفربول لا مو على فورت على ليستر 4-0 طيب مبروك فوز مانشستر مبارك لك 1-0 كانت صار 2 ها مبروك الله يبارك ابارك مانشستراويه اخوي ابو خالد حلو عبد الله العدواني مانشستراوي عتيق عاد ابى اوريكم تصريح حق مالك عسله هو صرح للاخوان الزملاء في القناه الرياضيه السعوديه مالك هو حارس مرمى نادي الحزم صارت بعد نهاية المباراة بعض المشادات في مباراة الهلال والحزم خلينا نشوف شنو قال مالك عسلة حارس الجزائري في صفوف فريق الحزم أذكرك عزيز تذكر يوم قلت لك حمد الله اللاعب لا اي لا يا بعد قلبي خلنا اكمل ليش تدري عنده مشكله واحد من الجهاز الفني ساب ام اللاعب قول لي قل لي ليش تدري ليش الله. انا اقول لك ليش شكو حمد الله ليش اقول لك موضوع حمد الله لان اللاعب هذا وجهه نظره ما ندري هي صحيحه ولا غير صحيحه ما ندري ممكن يكون صحيح قال معلومه لا يمكن يقولها على الهواء قالها على الهواء ولاعب الحزم قال صرح بتصريح بالجريده قلت انت مالي خاص فيه يمكن الرجال مو صادق انا اقول لك الحين يمكن انه صادق الرجل يمكن حارس الحزم ما سمع وجهه الطرف الاخرى يمكن لو سمعنا وجهه الطرفين نقدر نحكم لكن يمكن الرجال يكون يعني كلامه غير صحيح انا ما اقول لك كلامه يعني خاطئ او ردوا الهلال بيان شيء اصدروا بيان قالوا شيء عن الموضوع اصدروا بيان يصدرون بيان كل تصريح تلفزيوني يصدرون واحد يقول واحد من جهاز فني ساب امي يسكتون انا اقول لك يمكن صادق ما ادري لكن لازم نقول وجهه النظر يمكن يصدرها بكره يمكن بعد شويه يمكن الرجال هذا اللي يتكلم عنه يصدرها بعد شويه ليش نحكم حنا ما ندري شو هو قال حتى قاعد يسب اللاعبين بالملعب ايه هو قال ايه اكيد سمع الحكم الرابع واكيد راح يكتب فيه تقرير ويرفع لجنه انضباط سعودي المفروض الهلال الهلال اداره الهلال المفروض ترفض هذا الامر وتتخذ قرار في هذا الشخص يعني صوته قاعد اذا يسب اللاعبين صوته عالي الحكام ومراقب المباراه اكيد سامعينه وشلون يقول كلام يقول كلام ابو سعيد احنا ما علينا منه يمكننا صادق ما ندري عنه لكن ما نقدر نحكم بالموضوع هذا الا نسمع وجهه النظر اللي اتهم الرجل هذا وعلى فكره اذا كان اتهامه بعد مو صحيح الحارس عسله هذه لازم يتعاقب عسله بعد مو كيف يا يطلع صابين امه ويعاقبون عسله بعد اذا مو صحيح اذا مو صحيح لحظه انا بقول مو صحيح طالع يقول لا اذا صحيح ياخذ حقه وزياده وما احنا لكن اذا مو صحيح اذا ما سمعنا وجهه النظر الاخرى الرجل اللي اتهمه عسله ما نقدر نحكم طيب خل انت قاعد تقول هو قاعد يقول قاعد يسب اللاعبين
بالملعب يعني اكيد في ناس سامعين. طيب اكيد في احد سامع. اروح للمباراه اللي لعبت اليوم، نبارك للعالمي النصر، نبارك لحمد الله هداف العالم عن جداره واستحقاق الجلاد. والله الحين ما قالوا لي الاخوان النصراويه منو اللي سماه الجلاد؟ تكفى ما تعرف؟ ها؟ منو اللي سماه الجلاد؟ في جلاد، في جلاد حقيقي، في جلاد بالبلنتيات، عاد ما ادري فيهم. انت الحين منو الحقيقي؟ هو بارك لا منو الحقيقي؟ من الجلاد الحقيقي منو؟ ايه؟ تعرفه منو؟ لا والله ما اعرف، اعرف حمد الله هو الجلاد. الجلاد الحقيقي اللي جالد الهلاليه، الجلاد الحقيقي، الجلاد جالد الهلاليه، جلد الجلاد الحقيقي هو اللي رفع اسيا. ترى فريقه اليوم لا معلش 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 انا ترى حمد الله لاعب كبير ما حد يقدر يتكلم. رفع اسيا ايه الجلاد الحقيقي اللي جاف العالم، الجلاد الحقيقي هداف العالم. اسمعني اسمعني، الجلاد الحقيقي هو اللي رفع اسيا وجاب 11 هدف على الياباني وعلى اسيا كلها، هذا الجلاد الحقيقي واللي وصل فريق لانديه العالم. لكن ايه هذا الجلاد الحقيقي اللي وصل جلاد لعب انديه العالم. هم عندهم جلاد، هذا الجلاد الحقيقي عندهم جلاد، هذا اللي موجود هداف العالم. تقول لي قول على اليابان، قول على ما ادري منو، حاكيك هذا هداف العالم. هداف العالم خلي يلعب، خلي يلعب بطولات عالميه بعدين قول لي لاعب بطولات عالميه. خلي يلعب قبل لا يشوف الحبيب لا اسويها. خلي يلعب بطولات عالميه، حمد الله لاعب العالميه قبل الحبيب يشوف لا اسويها. خلي يلعب، صار لما لعب صار هداف العالم. لما لعب صار هداف العالم. خلي يلعب الحين النادي هذا اللي يلبس اصفر، خلي يلعب بطولة عالمية، خلينا نشوف يصير هداف العالم. عالمي قبل لا تصير، قبل لا تصير انت عالمي. ثاني شيء، ثاني شيء، ثاني شيء. لحظة لحظة لحظة، لا بس سؤال بس. تفضل. الجلاد ان شاء الله النصر باذن الله داخل بطولة اندية اسيا بفبراير وراح يشارك النصر فيها. نبي نشوف الجلاد الحقيقي يشيل ناديه، يحمل البطولة ناديه ويحصل على البطولة. ولا ماجر افضل من حمد الله؟ هنا انا اعترف لك، انا بقول له جلاد حقيقي وجلاد. عندكم ماجر افضل من حمد الله؟ هارد لك، هارد لك. عندنا هداف اسيا وارض قمز. هارد لك، هارد لك اخوي، انا فرحني العالمي. هارد لك سما، هارد لك سما وارض، فازوا الشباب يستاهلون، صخر يستاهلون، بس فرحني الجلاد وفرحني العالمي اليوم وبالصداره. خلت عيونكم فرحنا الشباب. لا معلومه هذه مو وجهه نظر، بس معلومه مو وجهه نظر. الحين الحمد لله اليوم قادر لدبي، طبعا يصير افضل لاعب عربي جائزه، ويشارك اكرم عفيف، ويشارك سالم الدوسري، ويشارك بلايلي. وين باسيا؟ لا العربي افضل لاعب عربي. بلايلي والثاني شو اسمه حق الزمالك، يوسف بلبل، حامد، حامد حامد كلهم هذول الخمسه كلهم حققوا انجازات قاريه محليه، الا حمد الله هو الوحيد اللي حمد الله هداف العالم. انا اقول لك ايش هداف العالم العربي الان في الجائزه هذه؟ لا لا المنافسين كلهم انجازات قاريه، ولا يوسف الثنيان ولا قمز. ارفعها 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 هداف العالم، ارفعها ثنيان، ارفعها ثنيان، عاد لا تقعد تقول يوسف ثنيان، ارفعها مع احترامي لحمد الله. حبيبي حمد الله صفقهم يا ولد، هذا وصل مرحله ما صفقهم كلهم صار هداف العالم. شوف اقوال، متعوا عيونكم يا جماعه باهداف حمد الله الجلاد بلنتيات. اللي يجلد الهلالية، حيو الهلالي بأربعة، شوفوا الأربعة نصهم بلنتيات. مبروك للعالمي، أول عالمي المؤقتة. مبروك الصدارة المؤقتة. مبروك هداف العالم، هاتريك، علاش نخاف؟ و موجود حمد الله صح، يقولون شيء علاش نخاف ولا علاش نخاف ولا الصداره المؤقته. ترى على فكره صداره مؤقته، مو زك حس عيونك الحين دائما الهلال صداره مؤقته، دائما دائما الهلال يعطي. اسمع انت بس كم لعبه باقي؟ ثلاث مباريات الهلال ما لعب ويفوز فيه كلها تسع نقاط تصدر. يعني صداره النصر الحين مؤقته، ينطرون الهلال بانتظار الهلال بانتظار الزعيم. دائما نفس عزيز ما نطر الهلال هم، فهذا اللي يلبسون اصفر ينطروا الهلال. طيب ترتيب الفرق بعد نهايه الجوله 13، نوري الساده المشاهدين وخلي الهلاليه يكحلون عيونهم صداره العالمي. الارقام تبين النصر الاول ب 29 نقطه من 13 مباراه، الوحده بقياده كارينيو هم مدرب النصر قبل. اشوف ملوت النصر مسوين شغل بالدوري السعودي والله. 24 نقطه الاهلي، نقول لهم هار لك على الخساره، ما عليه، له مباراه مؤجله مع الهلال وان شاء الله يطقطقون على الهلال ويسعدون بثلاث نقاط، لهم 12 مباراه 23 نقطه. مفاجاه ابها الرائد 23 23،
الهلال في المركز لحظه خلينا نحسب 1 2 3 4 5 6 7 الله 7 من 10 مباريات المركز السابع 21 نقطه من نهايه الدوري الجدول ابيك تحط لها الدوري بنهايه الدوري نهايه الدوري تحط الجدول وخلي انا اتحداك وتبارك بخلي النصراويه يضحكون عليك وتبارك حط الجدول هذا مفاجاه بس الاتحاد يا اخوان يعني الاتحاد الفريق العريق ب 13 نقطة يعني مهدد بالهبوط وبالتأكيد مركز لا يليق بالاتحاد يا أبو عمر. أي والله أنا شوف يعني أنا بالدوري السعودي إذا كان لي اهتمام فاتحادي بس مو الحين يمكن قبل أيام يعني 2005 2006 لما حقق بطولة أندية آسيا. أنا عندي ثقة أن الاتحاد يعود لأنه أتوقع جمهوره مو راضي على الوضع وجمهور الاتحاد أحد العناصر الدافع. أنا ودي الحقيقة الاتحاد يعني ينهض من جديد. نعم. يمكن قبل الهوى بصيف يقول محمد نور الان بيرد المشكله مو في مو في يعني مو في هذا المعضله مو في اداره الفريق. صحيح. المنظومه كلها يجب انها تعود للنادي الاتحاد. الجمهور الاتحادي الحقيقه من اعرق الجماهير مو بس على مستوى المملكه العربيه السعوديه على مستوى الخليج وان شاء الله راح يعود. طيب اختم الحديث عن الكره السعوديه لان عندنا تصريح برجع فيه للدكتور عبد الله طريجي نائب السابق لكن أخونا ملك التويتر الزعيم العالمي الاستثنائي مشكور يعني متابعتك لنا دازلنا صورة جميلة هداف الكرة الأرضية وحاط صورة للجلاد عبد الرزاق حمد الله فعلا صورة معبرة. وين هداف الغرة الأسيوية؟ اقول له هداف العالم يقول له هداف غرة تقول له هداف القارة الأسيوية شو تقول له اقول له هداف العالم يقول هداف غرة داس يطلع بالسكاي نيوز. خل نروح حق التصريح الخاص اللي يعني اللقاء الخاص اللي اجريناه عزيز قبل الدكتور عبد الله طريجي والله ما عنده قبل, قبل لا تروح بس رد معلومه عن المبنى الثاني اللي طلع بالتصوير بس المبنى الثاني هو مبنى الاتحاد المبنى الموجود في منطقه صباح السالم اتحاد الملاكمه ورفع الاثقال لكن المعلومه المهمه انه صار لاكثر من توقعون كم سنه مهمل يعني ابو علي كم سنه تقول انه مقبول انه يهمل صار له 15 سنة الله. هذا على رأي الأخ اللي أعطانا المعلومة والله حرام 15 تبذير هذا إسراف هذا والله إسراف مشكلة تقول لهم يا جماعة كذي ما 15 سنة مشكلة هذا هدر المال ما في محاسبة ما في متابعة ما في هذا احنا اللي نقول المفروض المسؤولين يروحون يفترون يشوفون يروحون يزورون يروحون يتفقدون المنشآت الرياضية كل منشأة حطوا لها إدارة خاصة لداز اللي كان لاعب ملاكمة وكان إداري في النادي العربي الملاكم منو شعيب أروح لتصريح النائب عبد الله طريجي شوف شنو قال وبعدها سنعود. وأحمد أشوفك اليوم متكرم في اعتزال الكابتن عبد العزيز فيتشاوي مشكورا هل هذا امر طبيعي ان كل لاعب يعتزل قدم الكره الكويتيه يبحث عن شخصيه رياضيه او غير رياضيه تدعمه في اعتزاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طبعا في البدايه شيء طبيعي ان كل لاعب ادى خلال هذه السنوات هذا المجهود وبعض الانجازات الناديه فهو يتشرف انه يختم حياته الرياضيه ايضا في حفل تكريم. وانا اليوم بالعكس يعني وضع طبيعي اني انا اتشرف اني اتواجد مع اخواني في نادي اليرموك بتكريم اللاعب الخلوق واللاعب المميز عبد العزيز الفليتشاوي. اللاعب بالكويت لاعب مظلوم ما قاعد يحصل الدعم من بعض الانديه وبعض الشركات وبعض الشخصيات، لذلك كنا في مجلس الامه كنا نتمنى ان هناك قانون وضعناه على اساس يكون من ضمن بنوده هو عملية تكريم اللاعبين يأخذون حقهم في عملية تكريمهم من خلال دعم حكومي حتى لا يضطر اللاعب أن يضع نفسه في موقف محرج أن يبحث عن شخصية أيضا تساهم في تكريمه. قانون الخصخصة أن يكون جزء من عملية أيضا تكريم اللاعبين وأيضا يعني تفعيل موضوع الاحتراف الكلي. يحزنني كسلماوي وكرئيس للنادي سابق ما يمر في نادي السالمية والعتب كبير على أعضاء مجلس إدارة نادي السالمية لأن من المفترض أن بعد ما استلموا مهمة إدارة السالمية أن تكون يعني هذه أمانة يعني وأن يكونون قد الأمانة اللي منحتهم الجمعية العمومية هذه الثقة. لذلك ما يمر في نادي السالمية أنا بعتقد موضوع يعني خطير وموضوع يجب
أن تكون للهيئة العامة الرياضة وقفة جادة في عملية أيضا محاولة إنقاذ نادي السالمية من المرور، لأن أنا متوقع أن نادي السالمية خلال الفترة القادمة قد يمر يعني في عقوبات قوية سواء دولية أو من خلال المحاكم الكويتية. أحمد، تدخل الهيئة ممكن يكون مخالف القانون؟ تبقى الهيئة هي المسؤولة على مراقبة النواحي المالية. نادي السالمية الآن يمر في وضع مالي سيء، اللي عرفته من بعض اللاعبين وبعض المدربين وبعض الإداريين ما يقارب 3 سنوات و2 سنين لم يستلموا الرواتب، وبالتالي هذه الرواتب وهذه الأموال تأتي من الدولة، والدولة أيضا ممثلة بالهيئة العامة للرياضة لها حق في القانون أن تراقب الأمور المالية وآلية الصرف. لذلك على هيئة الرياضة كلها تدخل واضح لإنقاذ نادي السالمية. أحمد، بصفتك رئيس نادي سابق وعضو جمعية عمومية، هل لك تدخل الفترة القادمة في وضع نادي السالمية؟ في الحقيقة حاليا لا يوجد لي رغبة، ولكن يوجد لي اتصالات بكثير من أعضاء الجمعية العمومية، ونبحث أن يجب أن يكون هناك أيضا وقفة جادة خلال الفترة القادمة. شكرا لاخونا عبد الله طريجي، الدكتور عبد الله طريجي ابو احمد رئيس نادي السالمية السابق والنائب السابق. وعلي، مو كان ابو احمد شوي متحامل على مجلس اداره نادي السالمية؟ لا، هو مو متحامل طبعا. انا يوم صرت مدرب نادي السالمية كان في عهد، طبعا في عهد الرئيس كان اللي يابني يعني واللي اعطاني مهمة تدريب فريق السالمية هو أبو أحمد عبد الله، الدكتور عبد الله الطريجي. لكن وهم اشتغلت يوم صارت انتخابات اشتغلت مع الشيخ تركي لفترة مع الرئيسين اشتغلت. لكن اللي قاعد يقول يعني مو غلط، يعني نادي السالمية المفروض يعني إذا تبي وضع الطبيعي مو هذا مكانه، طبعا المفروض أفضل من كذي أمانة، سوى في كرة القدم ولا في اللعبات الثانية واللي في ترتيب كأس التفوق، يعني يطمح للأفضل. يعني أنا أشوف أن كلامه ما في شيء، لكن يبي أن السالمية يكون أفضل. طيب، لكن على موضوع الأمور المالية ما المالية، أنا أعتقد هذه ما ترضي أي واحد، يعني حتى لاعب مدرب موظف لا حق أعطوا حقه. بس هو قال أبو عمر، يعني أبو أحمد أعتقد هذا يعني تصريح قوي، لما يقول 2 سنين ما في رواتب، يعني كلام مو منطقي. يعني في أشخاص يرضون ان يظلون 6 أو 3 سنين ما بدون رواتب وقاعدين بالنادي او ما يرفعون قضايا، يقصد يمكن المدرب ابو علي، يعني يمكن لا يمكن صحيح، هذا صحيح علي يدق الحين واحد من الناس سالم يقول لا مو صحيح هالكلام. انا باخذ جانب من تصريح ابو احمد، الدكتور عبد الله طريجي وجه له التحيه، هو رعايته للاعب اعتقد نادي الفيلتشاو لاعب نادي اليرموك حقيقة. يعني وهذا يجرنا لحديث يمكن دار خلال الفترة السابقة لرعاية السيد خالد الغانم رئيس نادي الكويت لاعتزال أخونا ولاعبنا سعود المجد لاعب نادي القادسية. حقيقة بعض الناس ما أدري هذول منو اللي يمكن متطفلين جدد على الرياضة، يرون أن في هذا الموضوع وايد مشكلة كبيرة، وشلون لاعب رئيس نادي الكويت يرعى لاعب نادي القادسية. أنا أعتقد هذا الموضوع عادي، يمكن هذول ما يعرفوا رجالات الكويت، يعني ما اقصد النادي اقصد الدولة. طول عمر رجالات الكويت اللي ماسكين الاندية يرون ان اللاعبين، بس ما تصير. لا 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 بس خليك من الكلام، يلا خليك ما تصير، والله تصير ما تصير وصارت. لا ما تصير، لا وتصير وصارت من قبل. ما تصير يا ابو عمر، ما يصير. وين ما المشكلة يصير. يعني انا عندي مثلا لو العم علي ثنيان الغانم هو يرعى الاعتزال، امر طبيعي، شخصية قيادية، رئيس نادي سابق، ممكن. لما تقول لي والله مثلا العم يوسف شاهين الغانم، العم احمد السعدون، يعني الشخصيات، الشيخ احمد الفهد لما يرعى اعتزال ممكن، بس رئيس نادي، يعني انت تتكلم كخالد غانم او مثلا يجيك الشيخ خالد الفهد او يجيك عبد العزيز عاشور ويرعى اعتزال مثلا لاعب نادي الكويت، انا شخصيا انا عندي مو عادي. بس احنا مو نادي طريجي. لا لا لا، هو قاعد يجيب مثال موضوع اعتزال، رعايه اعتزال، يعني رئيس نادي يرعى اعتزال لاعب في نادي اخر. يمكن لان نوايانا طيبه فنراها من باب النوايا الطيبه، ان اللاعبين يعني يجدون من يدعمهم. الاولى تقول لي ان رئيس نادي القادسيه ممكن تكون الاولويه حقه، لكن ما فيها شيء. يعني خلينا نطالع المسؤولين، لا ندخل الصراع الرياضي حتى في هذا الجانب. لا لا، هذا ما له شغل بالصراع. لا لا لا، انا ما اتكلم عن، لا 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 لا، انا بعطيك مثال. ليش انا ما ثاني الشيء، انا بس اعطيك صالح الكلام الان. يعني انا اللي شفته مره
الأخ العزيز أحمد شحومي. نعم. راعي اعتزال وليد الحجرف لاعب نادي الكويت. ما يا أبا. عمر أنا أقول لو مثلا خلينا نقول أحمد شحومي مو ماني بي اسم آخر. لو أحمد شحومي رئيس لجنة أولمبية ممكن. رئيس اتحاد الكويتي كرة القدم ممكن. بس كرئيس نادي يرعى لاعب في نادي آخر. على رأسته. ما أنت في السعودية تصير؟ لا الحمد لله الهيئة الآن. لا 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 أنا خلها أنا مثلا هل مرة شفت بالسعودية. ما زال رئيس راسلك أنت. إيه يعني رئيس نادي. رئيس سابق. رئيس الهلال يرعى اعتزال لاعب مثلا في الأهلي ولا الاتحاد ما بيقول لا لا ما تصير. لا بس يشاركون بتكريمه. أنا أتكلم إيه ما لا ما في يرعى البومة والله أنا أراها من باب النوايا الطيبة لا صعبة يمكن رئيس النادي نفسه ما يبغى أنتوا قاعد تأخذونها من باب العاطفة أنا أخذها من باب المنطق من باب العقل لا يمكن حتى لا يمكن يمكن رئيس النادي الحالي ينحرج يعني مثل أنا رئيس النادي ويبي رئيس نادي ثاني يعتزل أنا أقول هو إحراج حتى حق رئيس النادي الحالي اما رئيس سابق اوكي بس رئيس حالي صعب انا اشوف ما فيها شيء هذه نهايه مشوار رئيس النادي ما هو من حقه انه يختار اي رئيس نادي اي شخصيه سابق اوكي بس حالي بس انا اشوفها ابو سعود صراحه مو حرام لا لا صعبه حرام بس انه شغله عاديه اللاعب الكويتي شنو ماخذ لا رئيس النادي ما يبغى يمكن ما اتكلم رئيس النادي الحالي مثل انا مثل انا عبد العزيز شنو رئيس نادي انا رئيس نادي العربي مثل عبد العزيز شنو يجيب لي واحد رئيس نادي سلمي تعال انت هم اثنين رؤساء انديه انت هذه شويه صعبه ما نقول ابو علي انت كلاعب ما تحط راعي اعتزال او تختار المباراة الا في موافقة ناديك إيه؟ ما تي مني وطريج والله المفروض ما يوافقون نادي غاتسية موافقين نادي غاتسية يعني طيب عادية انا ما عندي وقت والله عادية لا مو عادية والله عادية رايك هذا رايك واحترم هذا رايك واحترم لاعب مثل بفحيل او بصربيخات اعتزل إيه؟ ما في عنده النادي ما يقدر يكرم ما عنده كانت انه يكرمه ما في مشكله يروح لا هو يقول لك انه رئيس حالي يا اخي انا شوف الانديه الصغيره انتم شايفينها عاديه كيف الحين غريبه انا اول مره اشوفها الحين خالد صراحه خالد الغانم السابق ما كنت خالد الغانم قاعد يعالج لاعبين يا اخي ما اتكلم عن الانديه كلهم الانديه كلهم قاعد يعالج اللاعبين غير الاعتزال انت من حسن قاعد وعلي هذا يا حبيبي مو سالفه تحسن خالد الغانم قاعد يكرم كل اللاعبين اللي اعتزلوا كلهم ما قصر وياهم كلهم وقف وياهم انا اتكلم كرعايه ما يصير رعايه اعتزال كرعايه ما فيها شيء يمكن فيها اسم اسم خالد الغانم ما فيها شيء يدخل له مدخول وايد كمعارفه بالتجاره كمعارفه بالشخصيات ما انت ليش تنظر لها اللاعب الكويتي شنو بياخذ اعتزال يروح حبيبي قول لي شنو ياخذ وشنو بياخذ ما ياخذ انا اتكلم من جانب يا اخي جانب ثاني من الجانب اسم خالد الغانم يفتح له حق شخصيات وايد امور ما ادري طيب محمد كرم مشكور فهد الجلعودي مشكور وليد نصاري مشكور صالح النازي مشكور الدفع الرباعي الدفع الرباعي مشكور عندنا طبعا حيو الهلالي باربعه باكر ان شاء الله الاحد والاثنين اليوم في مبارتين في دور الثمانيه كاس سمو العد ان شاء الله في حيحيل وخيطان على استاد ثامر اعتقد الساعه 4:10 والكويت واليرموك الساعه 47 دقيقة بس لحد الثاني مستمر بس سؤال قبل أن نحن تفضل شو أخبار الضغط؟ أي ضغط مسكين والله مسكين غنوله أربعة يبغى غنوله أربعة شكر لرعاته وداعمينا شركة كويت ريد مطعم التسيم ومطعم سيامي وسطى بن العميد طياب المرشود ليمون لايم مطعم سيامي وسطى شركة التون جرافكس تولز بيتزا عسل العويد شركة كويتية خدمات طيران كاسكو دير اندير ومعرض بريمير سبورت وكلاجي فوز يوسف الكويت الى اللقاء